تنير درب الأطفال والشباب وتساعدهم على المضي قدما في درب المحبة، زارعين في نفوسهم الأمل، ولتكن كالرياضة في معانيهم فهي تعطي ولا تأخذ، تعطي المحبة والأمل بغد مشرق. أحمد خطيب رئيس هيئة الرياضة والشباب في الحكومة السورية المؤقتة. طبعاً هذا المؤتمر لإطلاق الدوري السوري الموحد لكرة القدم، وهي خطوة كتير مميزة على مستوى المنطقة درع الفرات وغصن الزيتون، ولح يكون الدوري والمباراة الافتتاحية بتاريخ 6/10/2023، ونتمنى التوفيق والنجاح لكافة الأندية المشاركة. وعدد الأندية هن طبعاً 12 نادي، 4 أندية من كل منطقة من عفرين والباب وعزاز. إلى المعدات الرياضية، إلى التدريب، إلى 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 كل هذه المواضيع. أسعد الله وأوقاتكم. محمد صديق يلدرم، منسق وزارة الشباب والرياضة في المناطق المحررة أو الآمنة. اليوم انطلقنا بالدوري الموحد في المناطق الآمنة، ويتكون هذه المناطق من العفرين إلى مدينة الألباب، وتشارك على هذه الدوري الموحد 12 النادي من المدينة عفرين والعزاز والباب، وتقوم الدوري على 4 ملاعب أيضا في هذه المناطق زائد المدينة الراعية. يعني الهدف الأساسي والأخير التوحيد الرياضة في هذه المنطقة، وانطلاق مع بعض وبإذن الله يعني حتى يعني تقوم هذه المنطقة موحدة في المجال الرياضة والمجالات الأخرى بإذن الله تعالى.